بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس التشطيبات الشباب بنتكلم عن بند العزل. موضوعنا هو العزل الحراري. في موضوع العزل الحراري احنا النهاردة بنتكلم عن الواجهات. الواجهات احنا اما بنعمل لها عزل حراري عن طريق الفوم او الفراغ الهواء، او ان احنا بنعمل كاسرات شمس او حاجز او حاجب، او بنعمل توجيه للمبنى، او بنعمل الكتل. هنشوف الكلام ده مع بعض كده ونبدأ نتكلم يعني خطوة خطوة. في البداية كده طبعا هو يعني يعتبر معلومات عامة اكتر منها انها في بند التشطيبات، يعني هي تعتبر ثقافة بالنسبة للمهندس المدني، لان دي اصل التصميم بالنسبة للمهندس المعماري، ان هو في دراسته لازم يدرس الكلام ده. طيب هنا بنتكلم مع بعض على موضوع الواجهات. فالحائط بتاع الواجهة ممكن نعمل فيه عزل حراري عن طريق الفراغ بتاع الهواء، يعني هنا بيكون عندنا حائط وبعد كده فراغ هواء وبعد كده حائط. فالشمس لما بتيجي تدخل بتيجي على الحائط دوت، بتبدأ حرارتها تبدأ تقل عشان تنتقل للفراغ اللي وراه. الفراغ اللي موجود هنا، الهواء اللي موجود في المنطقة دي بيبدأ يمتص الحرارة اللي موجودة في الهواء والشمس اللي موجودة، وبعد كده يبدأ ننتقل لحائط اخر. فبكده احنا بنكون بقدر المستطاع قللنا الهواء وقللنا اشعة الشمس اللي واصلة داخل الغرفة. طيب وكمان ممكن نستخدم البلوك اللي هو الطوب اللي هو طول 40 في 20 في 20، الفراغ الداخلي اللي جواه اللي هو الفراغ الهواء اللي حضراتكم شايفينه دوت، يعني الجزء ده بيبقى حوالي 2.5 وده 2.5 تقريبا، او 2 سم مثلا، 2 سم. فالفراغ اللي جوه بيكون في حدود 15 سم تقريبا. الفراغ دوت برضو بيقلل اشعة الشمس اللي موجودة، فبيبدأ يقلل معايا الحرارة، فبيعتبر عزل حراري وكمان عزل صوت، يعني ده كان بيقلل الصوت وبيقلل الحرارة. دي الفكرة الأولى بالنسبة لموضوع الفراغ بتاع الهواء. الفكرة التانية إنك بتحط فوم داخل البلوك ذات نفسه، طبعا ده عازل لصوت وعازل لحراره الاثنين مع بعض. والفكره الثالثه ان انت بتعمل الاثنين مع بعض، بتعمل الفراغ الهواء وكمان بتعمل الفوم مع بعض، بيبقى عندك حائطين طوب. يبقى عندك حائط طوب الاولاني اللي هو حمايه للفوم، وبعد كده حائط طوب البلوك اللي هو المفرغ عن طريق تفريغ الهواء. ده شكل الفوم اللي بيكون موجود في الواجهات، خاصه الواجهات المعرضه للشمس طوال اليوم بالمنظر حضرتك شايفينه دوت. ادي شكل الفوم بالمنظر ده، ده الفوم بيبدأ يتحط. ممكن نعمل ساندوتش بحيث ان احنا يبقى عندنا حائطين وفي الوسط بينهم الفوم بالشكل دوت، او البلوسترين زي ما تسموه بقى حسب الدولة اللي انتوا فيها. ده بالشكل دوت الفوم ده بيعمل معايا عزل حرارة وبيعمل معايا عزل صوت بالمنظر دوت، شوف بالمنظر ده كده احنا بنشتغل بالفوم بالشكل ده. ده شكل الفوم. الفوم زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت بيبدأ يقلل معايا الحرارة اللي موجودة داخل الفراغ. بيبقى ده العربية اللي بتنقل، ده المهندس محمد المصري بنفسه بيقطع الفوم هنا بالشكل ده. طبعا ده وزن الحائط، اتكلمت عنه في موضوع الأسوار. ده بالشكل ده، ادي الفوم يا شباب. تمام، هنا السندوتش بنلاحظ هنا دي طوب 20 وبعد كده فوم وبعد كده طوب 10 عشان الفوم يعمل معانا عزل الحرارة. طيب هنا نفس الكلام، طوب 20 او طوب 15 وبعد كده 5 سم فوم، وبعد كده اللوح اللي موجود هنا الطوب 10 سم بالشكل ده. طيب في عندنا افكار ايه تاني موجودة؟ افكار كتير. في عندنا الفوم اللي موجود الابيض، وفي كمان الصوف الصخري او الفايبر جلاس حسب بقى الناس اللي ما بتشتغل. عادة انا استخدمت الفوم الصخري الصوف الصخري في عزل الصوت، وهو برضو ايضا جيد في عزل الحرارة. والفايبر جلاس بالشكل دوت بيكون عندنا حائطين مباني، وفي المنتصف بيكون موجود الصوف الصخري بالشكل ده. دوت الصوف الصخري طبعا يعني اكيد في فرق بين الصوف الصخري وما بين الفايبر جلاس، يعني ممكن تكون المتخصصين او الفنيين يعرفوا الفرق اكتر ويقدروا يفيدونا بيه. ده بالشكل دوت. هتلاحظ هنا ان عندك حائط، ده طوب احمر وده البلوك المباني العادية المفرغ هواء، ودوت الصوف الصخري موجود. وكمان هنا حاطط لوحين عشان يعني يبقى اكثر كثافة
ويقاوم الحرارة اللي موجودة بقدر المستطاع. نفس الكلام موجود في الساندوتش بانل بالشكل دوت، في الصاج المعرج والساندوتش بانل اللي موجود بيحط جواه صوف صخري او بيحط فيه فايبر جلاس بالشكل ده. شباب ده الساندوتش بانل. طيب ده بفكرة الحوائط. طيب عندنا الاسلوب التاني هو اسلوب الكاسلات الشمس او الحواجز. الاسلوب اللي قدامنا ده في الارتفاعات الكبيرة لا يستحب، لان ده شجر، فالشجر هيحجز اشعة الشمس، ولكن في الارتفاعات اللي هو دور او دورين بالكتير. هنا الشجر الموجود يفضل ان هو يكون، نختار الشجر اللي بيكون كثيف جدا في الصيف ويكون اوراقه بتقع في الشتاء بحيث ان هو يقدر يوصل للشمس، او في الخريف بحيث انه يقدر يوصل للشمس للغرفة بتاعتي والفراغ اللي موجود عندي. فالشجر الكثيف اللي موجود في الصيف بيقدر يعمل معايا حاجز للشمس وبيقدر يخلق لي الظل اللي انا محتاج له بالشكل دوت. هنلاحظ ان في اوراق الشجر هنا متساقطة، يبقى الشمس تقدر تدخل الفراغ. هنا بنعمل كاسلات الشمس لما الشمس ترتفع للأعلى، بنعمل كاسلات أفقية، والشمس بتاعت الشتاء شمس مستحبة، فلذلك يعني بنحب إن احنا نستغلها وإنها تدخل داخل الفراغ بتاعي. الشمس المرتفعة فوق بتكون شمس غير مستحبة لأن حرارتها بتكون عالية، شمس الصيف، فعشان كده بنعمل كاسلات أفقية. فدي الشمس بتاعت الصيف يعني غير مرغوب فيها، لكن شمس الشتاء مرغوب فيها عشان نشعر بالدفء داخل الفراغ. ده الفرق بين الاثنين. عشان كده نلاحظ هنا ان في زي بروز موجود او كانتليفر زي ما حضراتكم شايفين، عشان نقدر ندخل الشمس المرغوب فيها ونمنع دخول الشمس غير المرغوب فيها. ادي كاسلات الشمس، ده شكل الكاسلات. تمام، ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الهواء وعن توزيع الهواء والحركة بتاعة الهواء. هنا نلاحظ هنا ان الشمس داخله هنا في كاسلات موجوده، وهنا في انعكاس للشمس يقدر يدخل داخل الفراغ يديني اضاءه لكن ما يدينيش حراره. ففي فرق ما بين الاثنين، انا عايز ضوء الشمس لكن مش عايز حراره الشمس اللي موجوده القويه. يعني في الشتاء عايزين التدفئه فقط، لكن في الصيف بتسبب لنا حر شديد، وكمان خاصه في الاماكن الساحليه كمان بيكون في رطوبه، فعايزين يعني الشمس نبعد عنها بقدر المستطاع، عايزين شمس غير مباشرة. تمام، فبنعمل كاسلات الشمس ديت بالشكل الأفقي ده. هنا الشمس تقدر تدخل داخل الفراغ إضاءة مباشرة، هنا إضاءة غير مباشرة عشان الكاسلات ديت. هنا نفس الكلام في الصيف، نلاحظ إن الشجر هنا كثيف، وهنا في الشتاء الشجر خفيف، فبيبدأ يمنع لي الحركة بتاعت الشمس. هنا لاحظ حضرتك هنا كاسلات الشمس اللي موجودة هنا أفقيا، فالشمس بتاعت الصيف غير مرغوب فيها فمنعت الشمس غير مرغوب فيها، لكن هنا ادخلت الشمس المرغوب فيها في شمس الشتاء بحيث انها تحقق التدفئه المطلوبه داخل الفراغ. هنا نفس الكلام في الكاسلات الموجوده، الكاسلات دي هنا بارزه على الواجهه، هنا داخل الفراغ بتاع المبنى، فده الفرق. وهنا حقق الاثنين، انها داخل الفراغ وخارج الفراغ، يعني بارزه على الواجهه وكمان داخله داخل الغرفه، محققه الإضاءة غير المباشرة والحرارة غير المباشرة اللي موجودة داخل الفراغ، فبتحقق كل المطلوب منها بالنسبة للكاسلات. لكن بدون كاسلات الإضاءة بتدخل لأبعد مكان داخل الغرفة. هنا في فرق كبير جدا في الفراغ، بنعمل هنا عازل الشمس اللي موجودة، بنعمل كاسلات، فحسب ما انت عايز تبدأ تشتغل وحابب تستخدم. الكاسلات الأفقية يا شباب قلنا إنها بتكون للشمس القائمة اللي هي في وقت الظهر، بنعمل كاسلات أفقية بحيث إنها تحجب أشعة الشمس غير مرغوب فيها في الوقت الحار اللي هو وقت الظهيرة بالمنظر ده. طبعا ليها أشكال كتير في الخطوط الأفقية ديت، في الخط الأفقي ده ممكن أشتغل بيها رأسي بس أخد مسافة بعيدة شوية عشان تعمل معايا كاسلات. ممكن بفكرة البرجولة بالشكل ده كده تقدر تعمل معايا الظل، فأقدر أحجب الشمس عن الفراغ بقدر المستطاع بالشكل ده. بتعمل هنا خلخلة هنا للضوء، وبنعمل تكسير للضوء، فبتعمل بتخلق بيها الظل بالشكل دوت. هنلاحظ هنا كل ده أفقي اللي هو وقت الظهيرة اللي بنبدأ نحتاج فيه
الكسرات، لكن الكسرات الرأسية دي بنستخدمها في وقت الشروق ووقت الغروب، خاصة طبعا الشروق أكتر من الغروب، لأن الشمس فيه بتكون يعني أكثر حرارة من وقت الغروب. بعد العصر الوقت بيبقى الشمس بتبدأ تخف كده علينا وبتهدى، فربنا يرحمنا من حر جهنم. هنا نلاحظ كاسرات أفقية ورأسية، اللي بقى ده في وقت الشروق وكمان في وقت الظهيرة الاتنين مع بعض، فبنحتاج إن احنا نستخدم كاسرات الشمس بالمنظر ده. طبعا يعني في أفكار كتير، في من السطح فوق وفي من الواجهات وفي طريقة الملقف، وده كل ده إن شاء الله هنبدأ نتكلم عليه مع بعض واحدة واحدة. هنا الكاسرات الأفقية، الكاسرات الرأسية، وهنا الاتنين مع بعض حسب زوايا الشمس وحسب الوقت اللي بيكون أنت عايز تعمل فيه كاسرات للشمس بتاعتك. دي الأفكار اللي بتكون موجودة على الشبابيك، على الفتحات بتاعتك. طبعا دي فكرة يعني أنا بس بوضح الفكرة مش أكتر، هنا هو هنا مستخدمة في الزراعة، ولكن أنا حابب يعني إيه أنقل لك فكرة كده صغيرة. طبعا كمان لو تخيل هنا في كاميرا ساقطة على البلكونة، لو في كاميرا ساقطة هنا على الكانتليفر، الكاميرا الساقطة دي هتعمل حجز لدخول أشعة الشمس داخل الفراغ، هتقلل المسافة اللي بتوصل لها الشمس داخل الفراغ. دي كاسرات، وكمان بتعمل دي كمان عشان المطر. تمام، يبقى دي عشان المطر وعشان الشمس الاتنين مع بعض بالشكل دوت، كاسرات اللي موجودة بتاعت الحرارة بتاعت الشمس بالشكل ده شباب. ادي كاسرات، وطبعا في الوقت الحديث الكاسرات دي كمان تقدر انها تكون متحركة سواء كانت افقية او رأسية. وادي الرأسية سواء بقى في وقت الشروق عادة زي ما بنتكلم، فبتعمل حاجز وبتكسر أشعة الشمس. المباني الحديثة تبقى بالمنظر دوت. في أفكار كتير جميلة جدا بالشكل ده. في الأفكار القديمة زي مبنى كلية هندسة في مبنى عمارة اللي موجود في جامعة القاهرة، نفس الكلام بتلاحظوا فيها كاسرات رأسية موجودة هناك. طبعا دي أفكار كتيرة جدا. طبعا هتلاحظ إن الكاسرات موجودة في الجنب اللي موجود من ناحية الجنوب، لكن من اتجاه الشمال مفيهوش كاسرات لأن مفيهوش شمس، فالجنب ده فقط هو اللي عليه كاسرات الشمس، الجنب التاني معلهوش كاسرات شمس. وده يعني فكر بيئي محترم، شايفين حضراتكم كاسرات الشمس دي كلها بتخلق الظل، ففي فراغ ما بين كاسرات الشمس وما بين الكيرتن وول الإزاز بتاع الواجهات بالشكل ده. لاحظ حضرتك شايف المنظر. طبعا كل ده يعني كم تقدر تتحكم فيه انك تخلق الظل بتاعك وتخلق الهواء، يعني ما يحجزش الهواء، يسمح بمرور الهواء ولكن يعمل كاسرات للشمس حسب زوايا الشمس حسب الوقت اللي بيكون موجود فيه الشمس. طبعا دي افكار كتير، الافكار دي افكار يعني قديمة جدا، ولكن افكار بيئية سليمة مفيدة بالمنظر دوت. كاسرات شمس رأسية، هنا كاسرات شمس رأسية. لاحظ هنا السلاح بتاع الواجهة البارز ده بيخلق ظل على الفراغ من جوه، لاحظ يعني الجزء الخرسانة البارز ده بيخلق ظل على الجزء الخلفي منه. طيب في افكار قديمة جدا وهي افكار بواقي الخشب. فكرة بتاعت بواقي الخشب فكرة قديمة جدا ومستحدثة كمان، بنستخدمها في الوقت المعاصر، فالافكار دي عايز حضراتكم تفكروا فيها ونعرف مميزاتها. لما يكون عندنا مبنى قائم عادي خالص والمبنى ده عايزين نعمل عليه كاسرات شمس على الشبابيك والبلكونات اللي بتكون موجودة، فكاسرات الشمس دي فكرة جيدة جدا، ان هو بدل ما يعملها كانتليفر ويكون فيها تسليح عالي، لا يعملها بواكي. فكرة البواكي وهنعرف دلوقتي فكرة البواكي وليه يعني بنسميها بواكي وهكذا. هتلاحظ معاكم ان الاعمدة دي خشب والبلكونات دي كلها خشب بتعمل ظل، شايفين المنظر. دي المباني القديمة جدا جدا، يعني زمان خالص كان كل ده خشب، عمود، العمود عبارة عن خشب، مرابيع زي ما بيسميها العرب. فالمرابيع ديت او العروق الفليري، كل ده شايل الكانتليفر الخشب زي ما حضراتكم شايفين، شايف المنظر. كل ده عامل ظل على الشباب، على الشبابيك وعلى البلكونات، يعني كل البلكونات الخشب اللي موجوده ديت، كل البروز ده عامل ظل. عامل ظل فين؟ عامل ظل على الشبابيك والبلكونات، وكمان عامل حاجه تانية، ظل في الشارع، وده اللي هنشوفه. هو ده الفكره اللي احنا عايزين نتكلم عنها دلوقتي. طبعا ده مبنى قديم جدا، يعني مصر مليانة بالمباني ديت. هنلاحظ هنا ان ده عامل ظل على الشبابيك اللي موجودة والبلكونات اللي موجودة جوه، وكمان عامل ظل على الطريق بتاع الشارع. لاحظ المحلات موجودة في الداخل، ف
فده مكان الرصيف، شاف المنظر الجميل دوت، شاف الظل الجميل اللي موجود تحت التندة ديت، فكل ده الظل موجود في الفراغ اللي موجود. طيب البواكي دي يا شباب أصبحت موجودة في العمارة الإسلامية، وكمان كانت موجودة في العمارة الرومانية والعمارة البيزنطية، كل يعني الأفكار دي موجودة من زمان. بص يا شباب، فكرة البواكي دي هتلاحظ إنها موجودة علشان الناس اللي ماشية في الشارع تلاقي ظل تمشي فيه. تخيل الثقافة اللي كانت موجودة عند الناس، وتخيل الفكر اللي كان موجود عند الناس، وإزاي بيرحموا الناس في الطريق. فبدل ما المحلات بتكون موجودة على أول الطريق، وبدل ما الرصيف اللي موجود في الشارع يكون معرض للشمس، بنخلي الرصيف بتاع الشارع جزء من المبنى ذات نفسه. فالبلكونات اللي موجودة كانتليفر في المبنى فوق، بدل ما معموله كانتليفر على كوابيل وعلى شوك الحديد والكلام اللي الانشائيين فاهمينه ده، لا، اصبح عباره عن ضغط وليس شد. يعني الكلام ده كله بقى على اعمده، يعني يكون عندك عمود من تحت شايل البلكونات، فالبلكونات ما بقتش طايره، بقت متشاله على اعمده موجوده، فمتشاله انشائيا جزء امن جدا، فتقدر تمد كانتليفر في مسافه اطول. يعني ممكن الرصيف ده مثلا يبقى عرضه 3 متر والناس تمشي، او 4 متر او اكتر كمان، مش فارقه خلاص، لان بقى فيه اعمده. كمان هنا تلاحظ ان ده اصبح طريق، الطريق دوت بقى عليه المحلات، المحلات بقت في الظل، الناس اللي بتمشي عشان تتسوق او تمشي عشان تروح مشاورها كلها ماشيه في الظل. هي ده الفكر الافضل والفكر الاجمل، هي دي فكره البواكي، بنسميها بواكي. فده اصل كلمه باكيه، كلمه باكيه دلوقتي موجوده انشائيا يعني غرفه، لا زمان كان كلمه البواكي دي في الاماكن اللي فيها الظل. طبعا حتى في العماره الرومانيه والبيزنطيه زي ما حضراتكم شايفين، العماره الاسلاميه، في المساجد، كل ده بيخلق الظل في العماره اللي موجوده في تركيا، في الدوله العثمانيه، في الازهر الشريف، يعني في كل الاماكن دي هتلاحظ فكره الظل اللي موجود في الممرات، البواكي اللي موجوده هنا، كل دي فكره البواكي. طيب كمان فكرة البواكي، حتى يعني لو انت في اللي هو السبيل بتاع المية او مكان الوضوء، نفس الكلام بيكون ليه ظل عشان الناس لما تيجي تتوضأ يبقى في مكان ظل واقفين فيه يتوضوا منه، وهكذا. دي يعني اظن الفجالة او وسط البلد، هتلاحظوا ان عامر بالمباني الجميلة بالشكل ده، هتلاحظ ان العمارة القديمة دي، هتلاحظ ان كل دي بواكي، المحلات من جوه، فالناس لما تمشي في الشوارع تمشي في الشوارع في الظل، ما تبقاش معرضة للشمس زي الناس اللي ماشية دلوقتي في الشمس، لا. تلاحظ ان المفروض ان هو بيبقى ماشي في الظل وفي ايه المحلات. ده شكل البواكي بتاعت العمارة الجميلة جدا اللي موجودة يعني من ايام الملك فاروق في مصر، وفي الفجالة بقى زي ما بنقول كده، ووسط البلد والاماكن الجميلة دي. تلاحظ شكل البواكي، يعني عمارة بتحترم الانسان وبتحترم، يعني نرحم بيها البني ادمين اللي موجودين في الشوارع عشان تقدر تأدي وظيفتك، طبعا غير ارتفاع الدور وعلاقته بالتهوية، وده لسه ان شاء الله هتكلم عليه. هنا نلاحظ شكل البواكي، كمان شايف هنا ادي شكل البواكي في العمارة القديمة اهي. يعني قلت لحضراتكم في كل العمارات، العمارة الرومانية البيزنطية في كل العمارات. طيب هنا في المباني دي بقى، المباني الفنادق المجاورة للحرم المدني، الحرم المدني علشان الناس تقدر تروح الحرم وتقدر كمان تتسوق في الأماكن المجاورة للحرم. كل الفنادق اللي موجودة بيكون تحتها البواكي دي، البواكي دي بتخلق مكان للحركة تحت الحرم، تحت الفنادق المجاورة للحرم بالشكل دوت، في الحرم المدني في المدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يعني يردنا لدينه ويردنا للحرم الشريف في مكة والمدينة، آمين يا رب العالمين. هادي المنظر بتاع البواكي اللي موجودة علشان الناس تقدر تتحرك تحت، تشوف المحلات اللي موجودة تحت الفنادق، تتسوق، تمشي بعيد عن الحر. نفس الكلام في الحرم ذات نفسه، ان انت زمان في ايام الدولة العثمانية كان في البواكي اللي موجودة حوالين الحرم بالشكل ده، تلاحظ عشان يخلق الظل اللي الناس تقف فيه. طبعا في المكان ده كان ضيق عند الحجر الاسود، فعشان كده عملوا توسيعة فشالوا الجزء دوت. فيعني الاصل ان الكلام ده كان موجود، البواكي دي كانت موجودة عشان تخلق الظل للحجاج والمعتمرين والطائفين اللي موجودين في الحرم. كمان المفروض هنتكلم عن القبة ان شاء الله بعد كده، ليه السقف ده كان معمول على شكل قبة، هنتكلم عنه ان شاء الله. فده شكل البواكي اللي موجودة في الحرم بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت. يعني نسأل الله عز وجل ان يرجعنا للحرم وما يحرمنا منه ابدا يا رب. ادي شكل البواكي زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر دوت، ادي شكل البواكي شباب. طيب تشكيل الواجهات، ودي النقطة الأخيرة، يعني
لفتة سريعة كده، تلاحظ ان الكتلة دي بارزة عن الكتلة دي، فهتلاحظ ان اصبح في ظل في كتلة بارزة على تانية، فالكتلة دي بتعمل ظل على الكتلة التانية. في فرق في الارتفاعات، في جزء بارز وجزء غاطس. شايف الوجه هنا في ده، هنا في ظل، هنا في ظل، هنا في ظل، فتلاحظ ان الظل موجود ازاي. فان الكتلة يكون فيها بارز وغاطس، يكون فيها كتلة متقدمة على التانية، ده بيخلق الظل. لاحظ ان الكتلة دي بارزة عن الكتلة دي، لاحظ هنا ان في ظل، شايف هنا في نور وهنا في ظل، ان الجزء ده بارز على الجنب دوت، فبيخلق الظل في الكتلة. لاحظ ان هنا في بروز اجزاء بارزة على التانية، اجزاء متقدمة عن التانية، يبقى في مبنى متقدم ومبنى متأخر، مبنى مرتفع ومبنى منخفض، كل ده بيخلق ظل. تمام، شايف، بص على الوجه، بص على اللون، تلاحظ ان في فرق الوان في الواجهه، ده بيخلق ظل من الكتل. التصميم ده تصميم رائع، ليه؟ لان تلاحظ ان في فرق في الارتفاعات، في فرق في الواجهه، ان في واجهه متقدمه على التانيه، في واجهه بارزه، في واجهه غطسه زي ما بنقول، بارز او غاطس، في مرتفع او منخفض، في متقدم او متاخر، زي بقى ما تسميه، ان في لعبه في الكتله. الكتله ما هياش خط واحد، ما هياش مستوى واحد. فدي العمارة الجميلة جدا اللي احنا يعني بنستمتع بيها، ان الكتلة او المبنى يكون مختلف في الارتفاع، مختلف في الكتلة، كل ده بيخلق ظل، كل ده ليه علاقة بالعمارة البيئية اللي احنا نفسنا كلنا نشتغل بيها ونتعلم منها. لاحظين يا شباب هنا شكل الكتل، يعني طبعا هي مش زي الفيلا دي، لكن يعني مقبولة بالنسبة للكتل اللي موجودة فوق، عاملة هنا في بروز عن دوت، ده راجع شوية لورا، ده مرتفع أكتر، يعني هتلاحظ إن في ظل، الجزء ده عامل ظل على الجزء ده، وهكذا. لاحظ بقى الكتلة ديت، لاحظ إن في فرق ارتفاعات كبير جدا، مختلف جدا، ده غير ده غير ده، كل واحد منه رامي ظل على التاني. شايف دي رامي ظل على السطح ده، ده رامي ظل على السطح ده، وهكذا، كل حاجة فيهم بتبقى رمي ظل على الفراغ اللي بعديه. لاحظ الحائط البارز ده، الحائط البارز ده عامل ظل، شايف الكانتليفر اللي موجود دوت خالق ظل. بص تحت هتلاحظ ان هنا في ظل، شايف اللون هنا اغمق ازاي، جزء اللون ده فاتح واللون ده غامق داكن، شايف الالوان الداكنه دي كلها، الالوان الداكنه دي بتخلق جاي فيها ظل، جاي منين؟ جاي من السلاح اللي خارج ده، الحائط البارز ده، الحائط ده خالق ظل، الجزء الاجزاء دي يا شباب، شايف الجنب ده خالق ظل على الجنب دوت، وهكذا. فدي الفكرة بتاعت الظل، لاحظ ان ده معرض للشمس، الجزء ده معرض للظل، وهكذا. ففكرة الظل ليها علاقة بارتفاع الشمس، قلنا كل ما الشمس ارتفعت كل ما مسافة الظل قلت، وهكذا كل ما الشمس انخفضت كل ما مسافة الظل طالت، وهكذا، وكل ده موجود ان شاء الله نبدأ نتكلم كمان عنه. هنا دي اخر حاجة، هنا شايفين الميزانة ديت، الميزانة دي ليها ظل، لكن الظل ده رامي عليه، رامي على ولا حاجة. تخيل لو الميزانة دي جاية قدام شوية، كانت الميزانة دي كانت هتخلق ظل على المبنى أكتر. طبعا هنا شكل المثلث أو الهرم أو شكل القبة أو شكل القبو، كل ده برضه هتكلم عليه بالنسبة للسطح، لسه هنتكلم عليه. كل ده بيرمي ظل على الجزء التاني، يعني السطح أصبح نصه في شمس ونصه ظل، ما بقاش كله معرض للشمس بشكل كامل. ده فكرة الظل اللي موجودة، كل ده عايزين نبدأ برضو ندخل في تفاصيل اكتر ونبدأ نتكلم عليه واحدة واحدة. هنا مسافة الظل يا شباب اللي موجودة في البلان بيوضح لي شكل الشمس. لاحظ هنا الاشجار المرتفعة دي كلها، الاشجار دي بتعمل مصدات للرياح، بتخلخل الهواء اللي موجود، نخليه هواء مستحب، بتبدأ تخلق لي ظل على الوجهات، خاصة الواجهة الجنوبية اللي بتكون موجودة، بس لازم تكون اشجار كثيفة ومرتفعة عشان تقدر تخلق لي ظل. في النهاية أنا بشكر حضراتكم جدا، بسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.